السلام عليكم مع الأستاذة نوال في قناة الأستاذة نوال للفصالة والخياطة. اليوم إذا إن شاء الله بإذن الله عندنا درس جديد، درس جديد اللي غادي تشاهدوه معنا، جلابة مخزنية. اللي تنطلبوا منكم هو دابا نزلوا ديروا الاشتراك وديروا الجرس باش تدعموا القناة ديالنا بالاشتراك ديالكم. اذا ما تنساوناش في هذه العمليه باذن الله. اذا اليوم كيف قلت لكم عندنا درس جديد غادي نبداوه، عندنا جلابه مخزنيه نزولا لطلب العدد الكثير من الاخوات اللي طلبوا مني جلابه مخزنيه. خلاص اننا نديروا جلابه مخزنيه نسبقوها على باقي الدروس. اذا مرحبا بكم في درس جديد مع جلابة مخزنية. نبدأ على بركة الله. إذن نخطو كيف قلنا القاعدة ديالنا، إذن كيف قلنا القاعدة ديالنا عادية هي باش كنخدمو دائما الموديلات ديالنا كيف قلنا بطريقة عادية جدا. ناخدو نعاود نتراسي هذا الخط باش يجيكم واضح تماما. اذا كيف كتلاحظوا معنا القاعده ديالنا اللي كتقول من هنا لهنا كندخلوا ب 8 سنتيم ومن هنا لهنا كنهبطوا ب 2 سنتيم للحصول على تقويه الظهر. اذا هذه تقويه الظهر. اذا من هنا لهنا، من هنا لهنا القاعده ديالنا اللي كتقول في الاول اننا كندخلوا بعبار الكتاف مقسوم على 2 زائد 1 سنتيم. هنا تنقول لكم كناخذوا عبار الكتاف مقسوم على 2 زائد عبار الكتاف مقسوم على 2 زائد من 12 الى 16. اذا هذه قاعده. علاش كنقولوا من 12 ل 16؟ ممكن هو تطيح الكتاف كيبدا من باش نكبروا الكتاف ديالنا يعني نجيو طايحين كنبداو من 4 سنتيم، ولكن 4 سنتيم كتجينا شويه طالعه ما غاديش تعطينا واحد الجماليه ديال الجلابه المخزنيه. حتى 6 سنتيم كذلك، يعني هو تقريبا 10 كتجي مزيانه، ولكن من الاحسن حنا كنديروا ما بين 12 و 16 كتجي رائعه جدا. اذا كنقولوا عبار الكتاف زائد مقسوم على 2 زائد من 12 حتى 16 سنتيم. اذا هنا كان خصنا نطيحوا الكتاف ديالنا، نطيحوا الكتاف ديالنا كناخذ واحد الخط مستقيم. هذا الخط المستقيم ها هو ناخذوه بهذه الطريقه، هذا الخط المستقيم تناخذوا فيه او كندير واحد الخط مستقيم. هذا الخط المستقيم تناخذوا من هنا لهنا باش كنطيحوا الكتاف ديالنا. الكتاف ديالنا كيف قلنا حنا كنا كنطيحوه بثلاثة حتى لأربعة، ولكن هنا مادام حنا زدنا في الطول ديال الكتاف غادي نهبطوا ما بين 6 حتى 10 سنتيم. من 6 حتى 10 سنتيم كنعاودوا نطراسيو الكتاف ديالنا من اول جديد بحال القاعده ديالنا العاديه جدا. اذا هنا وحنا خدامين كناخذوا دائما بعين الاعتبار تنقولوا داك عبارة التركيز اللي كان عندنا في الاول هو هذا، كنجيو كما قلنا عبارة التركيز هو هذا، كنديروا غير نقاط كناخذوا بعين الاعتبار، كناخذوا بعين الاعتبار الصدر ديالنا، كنقولوا الصدر ديالنا هو هذا، ها هي النقطه ديالو. كناخذوا كذلك الحزام كنقولوا ها هو الحزام ديالنا، كناخذوا حتى الحوض ديالنا، ولكن حنا حيت كنكونوا هنا فتنا مرحله ديال نسطر بالمسطره وندير يعني هنا وصلنا تجاوزنا المرحله الاولى، وحنا كنبداو نديروا غير نقط باش ناخذوهم بعين الاعتبار. اذا الجلال ديالنا هما هادو، ولكن كناخذو بعين الاعتبار بان الجلال ديال الجلابه المخزنيه ما كيكونوش عراض بزاف. الجلال ديال الجلابه المخزنيه كيكونوا مفوتين على الكتاف ديالنا ماشي بزاف، ولكن انا غادي نعطيكم الطريقه كيفاش تاخذوه.
اذا هنا هبطنا ما بين 6 حتى ل 10 سنتيمترات. اذا في هذه الحاله كنكون حنا طيحنا الكتاف، يعني هاد الكتاف هادو صافي تلغاو، ما بقيناش كنخدموا بهم، غنخدموا بالباقي باش ناخذوا عبار التركيز ديالنا. عبار التركيز ديالنا غناخذوه من هاد النقطه هذه اللي كناخذوه ما بين 28 حتى 32، داكشي اللي لقينا كناخذوه هنايا، يعني في هذا الخط المستقيم تناخذوا هاد التركيز ديالنا اللي كناخذوه ما بين 28 حتى 32. اذا نتمنى انكم كتكونوا كتتبعوا معايا. حاليا غادي نوصلوا للجلد ديالنا. كي قلت لك الجلد ديالنا عندنا قاعده كتقول الجلال يساوي عبار الصدر، عبار الصدر زائد من 2 حتى حتى 10 سنتيم. من الاحسن من 2 حتى 10، يعني حنا عبار الصدر اللي كان عندنا كناخذوه بعين الاعتبار كنحطوه، ولكن كنزيدو عليه هنا ما بين 2 حتى كنقولوا مرات 6 سنتيم، ولكن من الاحسن حتى 10 سنتيم باش كيجي واحد الفرق ما بين الصدر والحزام. يعني القاعده الاولى اللي كتقول عندنا حنايا الاول كنقولوا زائد 10 سنتيم، حتى هنا تنديروا من نديروا ما بين 2 كنزيدوا حتى 8، واللي بغات دير الجلال شويه واسعين كتزيد حتى 10، ولكن هي من الاحسن الجلال ما يكونوش عراض في الجلابه مخزنيه. اذا كنجيو الحوض ديالنا، هذا حنا حاطين عبار الحوض ديالنا، هو هذا عبار الحوض ديالنا. حنا ممكن اننا في الحوض ديالنا حنا حاطين العبار ديال الحوض ديالنا اللي خدينا على السيده، ولكن حنا نقدروا نفوتوه بواحد جوج سنتيم حتى لربعة سنتيم، ممكن نفوتوا الحوض ديالنا في جلابه مخزنيه. في جلابه مخزنيه ضروري ما نفوتوا الحوض ديالنا. اذا هذا الاول حنا غادي نفوتوه بواحد 2 حتى 4 سنتيم، انا نكتبها لكم 2 حتى 4 سنتيم. هو 2 من 2 حتى 4 سنتيم، هو الحوض تقريبا كيجي متساوي مع الكتاف ديالنا. عبار الحوض ضروري ما كناخذوه بعين الاعتبار مع الكتاف ديالنا. الا لاحظتوا الجلابه المخزنيه راه كتجي بحال راه كتجي ضغوات، ولكن حنا كنحاولوا ان الكتاف يكون تقريبا يعني ماشي اكزاكت، ولكن تقريبا كيكون بحال العبار ديال الكتاف ديالنا. كيف كتلاحظوا كيف كيبان لكم، يعني بحال عبار الكتاف ديالنا تقريبا نقدروا نفوتوا عليه بواحد 2 حتى 3 حتى 4. اذا هنا عندنا عبار التركيز ديالنا، فهاد عبار التركيز ديالنا كندخلوا بواحد 2 سنتيم، 2 سنتيم. كناخذوا المسطره، كناخذوا المسطره كنتراسيو من الجلال حتى الحوض بالمسطره، من الجلال حتى الحوض ها هو بالمسطره. تناخذوا بيستولي، تناخذوا البيستولي ديالنا، كناخذوا البيستولي وكنتراسيو بخط براس البيستولي، يعني براس البيستولي تناخذوه بهالطريقه، تنجيب واحد الخط مايل داير مع الحوض ديالنا بهالطريقه. كيف كتلاحظوا غادي نتراسيه بالاسود باش يبان لكم بهالطريقه. كيف كتلاحظوا بهالطريقه كنقاد هنا، ما نخليش هذاك القنت، يعني من هنا كنجي وانا جايه بهالطريقه كنجيبو داير. كيف كتلاحظوا اذا هنا كنكون ها هو الحوض ديالي، هنا كنتفاوت عليه. علاش كنتفاوت عليه؟ حيت الجلال زدنا فيهم، ماشي بحال الجلال العاديين، ولكن زدنا فيهم على عبار الصدر.
كناخدو جلال زائد جلال، ماذا يساوي عندنا جلال؟ الجلال عندنا في القاعدة يساوي عبارة صدر زائد من 2 حتى 10 سنتيم أو لا 8 سنتيم، بركة 10 سنتيم غتعطيكم كتير. يعني هنايا تناخدو الجلال، ها هي الجلال، الجلال يساوي الصدر عبار الصدر زائد نديرو من 2 حتى 8 باش حيت لعطيتكم 10 غتبقاو دائما شادين 10. اللهم الجلال يساوي عبار الصدر زائد من 2 حتى 10 سنتيمترات. اذا هذه قاعده. الحوض، الحوض كنقولوا الحوض يساوي تقريبا، هاي تقريبا عبار الكتاف، عبار الكتاف بهذيك الزياده اللي زدنا، بهذيك الزياده اللي زدنا ديال من 12 حتى 16. بحال دابا حنا عندنا لنفرض عندنا 40 في الكتاف، كنقسموه على 2 كتعطينا 20، كنزيدو 1 سنتيم هذه في العادي كتعطينا 21. مي هنا عندنا عبار الكتاف مقسوم على 2 يعني 20 زائد نديرو لينا زائد 12 كتولي عندنا 32. اذا كنجي للحوض كنحط تقريبا 32 او اكثر، 32 او اكثر. يعني خاصني انايا الحوض يجي مقاد مع الكتاف، هنا اللي كتكون واحد الدخله شويه، هذا هو الفرق. وعاود من 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 الحوض الجلال تقريبا راه كنشد الجلال ديالي، كنشد عبار الصدر اللي عندي فيه تقريبا 28 نزيدها واحد 6 كتولي لي 34. اذا كنفاوتها على الحوض غير بشويه، اولا ربما تجي قدها قد الحوض، هنا ما عندناش مشكل. حيت علاش في الجلابه مخزنيه؟ علاش انا تنقول لكم من الاول، يعني من الاول ديالكم انكم تراعيوا عبار الصدر ها هو، وعبار الحزام ها هو، وعبار الحوض ها هو، هادو كنراعيوهم. حنا ما بقيناش مبتدئات، حنا فتنا مرحله ديال اننا نبداو نسطرو من الاول وهذا، يعني حنا فتنا المرحله ولينا حافظين كيفاش نحطوا النقاط ديالنا. مني كنحط القاعده ديالي، كنجي القاعده ديالي كنسطرها وتنحطها، يعني كنحط القاعده ديالي كنبدا من 8 وكنهبط بجوج، كندير بعين الاعتبار تنهبط من هنا من هنا غير بالسنتيم، تنحط نقطه تنجي من هنا لهنا كنحط نقطه ديالي في هاد جوج نقطات، كنقول ها النقطه ديال عبار الصدر، كنهبط ب 16 وكندير ها نقطه ديال الحزام، كنهبط ب 20 وكندير ها نقطه ديال الحوض. يعني كنعلم النقط ديالي غيب 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 نقط، ما كاينش نبقى نسطر من الاول والمثلث والمسطره، كندير غير نقط. هاد النقط انا كنخدم في الجلابه المخزنيه وكنراعي هاد العبارات، يعني خاصني ما ندخلش عليهم، بالعكس انا خاصني نخرج عليهم، حيت الجلابه المخزنيه ما كتجيش لاصقه، كتجي للشعر ديالها وهو العرض ديالها. اذا لحد الان كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الشرح، ولكن لا باس انني نعاود لكم من الاول. اذا كنحط القاعده ديالي، هذا هو، هذه هي الحاشيه ديالي متنيه كالعاده، هذا الظهر ديالي، كنجي من هنا لهنا كنحط من كنحط كندير واحد الخط مستقيم، هذاك الخط المستقيم كناخد فيه 8 سنتيم ديال عبار الرقبه وكنهبط ب 2 سنتيم باش كنطراسي، وكنجي للكتاف ديالي كناخد عبار الكتاف اللي عندي اللي خديت على السيده، كناخد عبار الكتاف كنقسمه على 2 كنزيد ليه من 12 سنتيم حتى 16 سنتيم، كنزيدو من 12 سنتيم حتى 16 سنتيم. اذا بهذا كنكون تراسيت الكتاف ديالي. فوالا كنجي للنقطه الاخرى ديال الكتاف، كنهبط بزاويه قائمه بواحد الخط مستقيم، كنهبط به حتى لواحد الحد فين ما بغيت، كنهبط منهبط بخط مستقيم، هذاك الخط المستقيم كنطيح الكتاف ديالي من 6 حتى 10 سنتيم وكنطراسي، ومن هذيك النقطه فين حبست من 6 حتى 10 فين حبست، منها كناخد عبار التركيز، عبار التركيز، هذا التركيز تقريبا، هذا التركيز، عبار التركيز اللي تناخدو ما بين 28 حتى 30، من هنا كنعبر ما بين 28 حتى 30. فوالا اذا كنوصل لهاد النقطه، كنجي تنحدد الجلال ديالي، نحدد الجلال ديالي اللي كيساوي ربع الصدر، داك الصدر اللي عندنا في العبار ديالنا الاول، زائد من 2 حتى 8 سنتيم،
دائما ملي كنعطيكم شي عبارات هنا راه ديال عبارنا الاول اللي خديناه للسيده، يعني عبارة الجلال يساوي الصدر اللي عندنا ديال السيده زائد من 2 حتى 8 سنتيم. راه كنحدد النقطه ديالي، حنا الحوض راه حنا محدينه، ولكن ممكن اننا ناخذوه هو نيشان، ممكن اننا نزيدو عليه من 2 حتى 4 سنتيمترات. كنتراسيو بالمسطره حتى الحوض ديالنا. كنجيو للنقطه الاخرى ديال التركيز اللي خدينا، كندخلو بواحد زاويه قائمه، تقريبا زاويه قائمه هذه ب 2 سنتيم. هاد 2 سنتيم تناخد البيستولي وتنتراسيها مقوسه بهذه الطريقه، وكنهبط مع الجلال ديالي نيشان حتى لفين وقفت في الجلال ديالي. من هنا كنتراسي نيشان، كنهبط ها هي نيشان، غادا نازله حتى لتحت ديال الجلال ديالي. فوالا، اذا هنا شحال من وحده غادي تسائل غتقول واش نطلع في الجناب ديالي او لا ما نطلعش؟ تنقول لك لا، ممكن تطلعي ولكن بثلاثة سنتيم، ثلاثة سنتيم حيت ما عندناش العرض كثير، ثلاثة سنتيم وتنجي مع النص ديالي وتنتراسي الجلال ديالي. اذا بهذا كنكونوا وفينا جلبه مخزنيه ديالنا. اذا حنا دابا الان وفينا جلبه مخزنيه، غنتراسي لكم دابا ان شاء الله باذن الله. خذوا القاعده، ها هي غنخليها لكم باش تشوفوا، دابا نشوفوا مزيان، شوفوا مزيان معانا. غادي نتراسي لكم الكمام هنا، ولكن هاد القاعدات غنمسحهم من هنا ونكتبهم لكم هنا. اذا هنا غادي نكتب لكم ها هي الحوض يساوي ها هي تقريبا عبار الكتاف. هنا غادي نكتب ناخذ لكم الجلال يساوي ها هو ربع الصدر زائد من 2 الى 8، من 2 الى 8 سنتيمترات. علاش؟ باش نمسح لكم هنا. اذا هنا غادي ناخذوا الكمام ديالنا، الكمام ديالنا غناخذوا هنا طول الكم، طول الكم ديالنا اللي عندنا الاول. اذا هنا طول الكم يساوي طول الكم ناقص هادشي اللي زدتو هنايا، حيت هادشي اللي زدتو هنا زدتوه حتى لهنا، وحنا الكم كناخذوه من هنا. اذا غناخذوا طول الكم ناقص هادشي اللي زدتو نتوما هنايا، يعني هنا ملي خديتو عبارة الكتاف زائد لنفرض زائد 13، هنا غادي ناخذوا عبار الكم ناقص داكشي اللي زدناه في، انا غادي نكتبها لكم هنا، غنكتب لكم الكم زائد ناقص الزياده هنا من 2 هنايا، هذه ما بين 2 حتى 4. هنا غادي نكتب لكم، انا نكتب لكم بالزرق باش ما نبقاوش نغلطوا. اذا هنا يساوي هنا طول الكم ها هو طول الكم ناقص الزيادة، هاهي الزيادة، الزيادة اللي زدنا هنايا، يعني طول الكم ناقص الزيادة اللي زدنا الفوق. إذا هنا غناخدو الزاوية القائمة ديالنا العادية اللي كناخدو فيها عبار التركيز ديالنا، هاهي عبار التركيز ديالنا، ها هو عبار التركيز، هذا عبار التركيز هو اللي كناخذوه هنا، هذا عبار التركيز. الا خدينا 28 نديروها، 29 نديروها، 30، 31، داكشي اللي خدينا هنايا هو اللي كنعمروه هنايا. اذا بنفس القاعده كيف كنهبطوا في القاعده ديالنا العاديه، كنهبطوا بزاويه قائمه، حتى هنا غنهبطوا بزاويه قائمه، لكن هذه الزاويه قائمه ماشي هي باش كنهبطوا في الكمام ديالنا العاديين. هنا كنهبطوا ما بين 4 حتى 6 سنتيمترات، الكمام كنهبطوا من 4 حتى 6 سنتيمترات. اذا هنا كنهبطوا من 4 حتى 6 سنتيمترات. نرسيو الكم ديالنا بطريقه عاديه جدا كيف كنتراسيو القاعده ديالنا الاولى، فوالا بهذه الطريقه، هذه كنتراسيو بهذه الطريقه.
اذا هنا عندنا راس الكم، راس الكم كيف كتشوفوا ها هو غير هو للاشاره ان راس الكم ديال الجلابه مخزنيه كيكون شويه عريض، يعني الجلابه العاديه نقدروا نديرو ما بين 16 حتى 18، هنا نقدروا نديروه من 18 حتى الفم فوق اللي بغيتي، بغيتي ديري حتى 30 راه ممكن ديري حتى 30، ديك الساعه كيبقى الاختيار ديالك. اذا نسدو الكم ديالنا مع راس الكم ديالنا بطريقه عاديه جدا، يعني كنكملوا القاعده ديالنا ها هي شفتوا، تنقسموه على اثنان وتندخلوا باثنان وكنجيبوا البيستولي وتنخدموا بحال الطريقه العاديه ديالنا الاولى، كيف كنخدموا بهذه الطريقه من هنا ومن هنا تنقلبوا البيستولي وتنخدموه بهذه الطريقه من غير القناة ديالنا. اذا هذا هو الكم ديالنا، نعاود لكم الكم ديالنا. هنا كناخذوا الطول، الطول ديالنا ناقص هذه الزياده اللي زدنا في الكتاف، ناقص الزياده اللي زدنا في الكتاف. هنا كناخذ التركيز مقسوم على اثنان، هنا كناخذ عفوا التركيز اللي خديناه من هنا لهنا، يعني التركيز اللي خدينا حنا هنايا شحال خدينا، عندنا من 28 حتى 32، حتى هنايا كناخذوا هذاك الشيء اللي خدينا هنا تناخذوه في هذه البلاصه هذه، يعني ها انا درت لكم الفليش، هذا التركيز هذا هو اللي كناخذوه هنا. اذا بزاويه قائمه كننزلوا اما ب 6 اما ب 4 سنتيم، اما ب 6 اما ب 4 سنتيم. كناخذوا راس الكم ديالنا، هذا راس الكم ها هو راس الكم، كناخذوه شويه عريض حيت الجلابه المخزنيه كتبغي راس الكم شويه عريض. اذا كناخذوا راس الكم ديالنا هنايا، كنسدوا الكم ديالنا كنقسموه على اثنان، كندخلوا باثنان كنخدموا بالبيستولي بالطريقه العاديه جدا. بهذا كنكونوا استوفينا الدرس ديالنا، يعني الدرس ديالنا راه درس مبسط جدا، جلابة مخزنية راه درس جد مبسط، ماشي شي درس لي صعيب او لا. جلابة مخزنية ها هي. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس، نتمنى ان المعلومات، وهادو راه كلهم قواعد، هادو كلهم قواعد، والدرس الكتابي راه غادي نلوحو لكم في القناه. اذا تابعوا معايا الدرس وحطوا القاعده، ولا لاحظتوا ان الدروس من بعد جلابات الاميره، من الاميره العاديه والاميره البرنسيس الى حد اليوم، رحنا دائما تنخدموا بالقواعد اللي خدمنا بها من الاول، يعني كيف قلت لكم راه الدرس الاول القاعده الاولى راه هي لاباز ديال الدروس ديالنا اللي حنا غاديين بها دائما. اذا هذه هي القاعده، القب غديروه بطريقة القب ديال الأستاذة نوال اللي اتفقنا عليه في المجموعة ديالنا وفي الجروب ديالنا، القب ديال الأستاذة نوال هذاك القب هو اللي تنخدموه مع جلابة مخزنية أولا مع جلابة الإيفازي. إذا كنكونوا استوفينا جلابة مخزنية، ولكن هاد جلابة مخزنية نتمنى أنكم تجربوها، وبهاد الطريقة غتطلع لكم رائعة جدا، رائعة جدا. اللي بغات دير ليها العقيق، اللي بغات تخدمها حاليا حنا في هذه الفترة الوبائية وفي هذا الحجر الصحي، ماذا بكم تخدموها، واللي بغات دير ليها دوك الجويبات من الفوق وتنبتهم بالعقيق، اللي بغات هي تمونطيها غير بالماكينة وتدوز العقيق في بلاصة المونتاج كامل ودير حتى العقيق هنا، كتجي رائعة 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 جدا. إذا كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس، غادي نحط لكم الدرس كتابي، غادي نتلقى المعلومات ديالكم. ما تنساوش دعموا القناة ديالنا بلي جيم ديالكم وبالاشتراك ديالكم وضغطوا على الجرس، وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم والأسئلة ديالكم، أنا غادي نجاوبكم على الأسئلة ديالكم كاملة وغنجاوبكم على التعاليق ديالكم كاملة. إذا سحور شاهي ورمضان مبارك سعيد، وكنتمنى يا ربي يهز علينا هاد الوباء ويهز علينا هاد المرض الخبيث اللي صاب العالم وصاب الكثير من الدول وصاب المغرب كذلك، يا ربي تهز علينا هاد الوباء. اذا جلابه مخزنيه طلبا الكثير منكم، اذا
المشاهدين ديالنا ومشاهدين قناة أستاذة نوال تيطلبونا على شي درس. حنا راه الإشارة ديالكم، واخا ما كنتبعوش الدروس غدا ايطاب باغيطاب، ولكن نزولا للطلبات ديال المشاهدين ديال القناة كاملين اللي لموا علينا الحمد لله، والعدد الكثير من المشاهدين. حنا تحت إشراف ديالكم مع الأستاذة نوال. الحاجة الوحيدة ما تنساوش دعموا القناة ديالنا، الاشتراك الاشتراك الاشتراك، وشكرا.